السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي وورد. فيديو النهارده هنعرض فيه المكان اللي بيتم من خلاله بيع ادوات وخامات الريزن. كل الناس اللي بتدور على الادوات، اللي بتدور على الخامات، اللي مش عارفه تبدا ازاي او تبدا منين، حاول انك تشوف الفيديو ده للنهايه، لان مكان ايبوكسي وورلد هتقدر من خلاله انك تبدا فن الريزن او مشروع الريزن. طيب ليه الكلام ده؟ لان احنا ما شاء الله ما شاء الله والحمد لله متوفر عندنا تشكيله كبيره جدا ما شاء الله من قوالب السيليكون المخصصه لفن الريزن، وكمان مخصصه لفن الكونكريت او الجبس. ففي اساسا تشكيلات مختلفه وكبيره جدا من القوالب. اذا كانت القوالب اللي ظاهره قدامك دي او غيرها، يعني الصفه اللي هتظهر قدام حضرتك دلوقتي واللي احنا يعني بنصورها حاليا، هي دي كل تشكيله قوالب الكوسترات اللي موجوده في السوق. ايه هو اساسا الكوستر؟ الكوستر ده اللي بيتم من خلاله ان احنا بنطلع القطعه وبعد كده بنحط عليها المج او الفنجان، فده بيكون الكوستر. الكوستر في منه مقاسات، في منه اشكال، في منه مستوي، في منه زجزاج، في منه الكوستر بالحامل، في منه اشكال مختلفه وكتيره جدا. معانا برضو في الصفه دي بيظهر قوالب الشطرنج والقطع الثري دي، كل اشكال قوالب الفراشات، قوالب الساعات، قوالب التوزيعات، المرايه بتاعت العروسه، قوالب الفراشات اذا كانت سلسله او ميداليه او دلايه او كوستر بالحامل، عندك الباليتا بتاعت الالوان، وعندك برضو قوالب الكريسماس وقوالب الكوسترات المجمعه. يعني ايه مجمعه اساسا؟ يعني بيكون قالب فيه 5 أو 6 كوسترات مع بعض، فدي تشكيله من قوالب الكوسترات المتاحه والمتوفره عندنا. طيب احنا دلوقتي ظهرنا الصورة او الشكل. لو حضرتك عايز يعني تشوف الصورة بالسعر، هتلاقي كل حاجة في الكتالوج تحت الفيديو ده، في اللينكات اللي موجودة تحت هتلاقي الرقم بتاعنا او رقم الواتساب. نيجي للصفة التانية. الصفة التانية فيها تشكيلة مختلفة من قوالب البونبونيرات اللي هي السكرية او المبخرة او الطفايات باشكالها، اذا كانت مقاس كبير او مقاس صغير، استند المكتب المستورد، قوالب البرواز اذا كان مستطيل او اذا كان مربع او اذا كان قلب، قوالب حفظ الورد، وبرضو عندك كل الاشكال المتاحة والمتوفرة من قوالب الاكسسوارات، السلاسل، الميداليات، الحلقان، التوك، الدلايات، فكل ده هتلاقيه من خلال يعني الصفة اللي ظهر قدامك دي. فلو حضرتك نورتنا في المكان هتلاقي كل يعني مكان مخصص، وهتلاقي القوالب بتاعته جنب بعضها. القوالب زي ما قلت لك، القوالب ما شاء الله تشكيله مختلفه، تشكيله كبيره جدا من قوالب السيليكون المستورده. عندك قوالب البوت والعلبه بالغطا، قوالب الكوسترات اللي تنفع لصب ماده الجبس او اللي هو فن الكونكريت عموما. زي ما ظهر قدامك دلوقتي في برضو اكتر من 10 اشكال من يعني قوالب اللي هي قوالب الطفايات. قوالب الطفايات وقوالب الكراتة، قوالب الاطباق، قوالب العلبة بالغطا بكل اشكالها، وقصيص الزرع بكل اشكال. فدي كده معانا لحد دلوقتي يعني الصفة التانية. المكان ما شاء الله كبير، فانت هتلاقي كل حاجة منظمة ومتاحة معاك. نيجي للصفة اللي بعد كده، والصفة اللي بعد كده فيها تشكيلة الافضل او الاشهر او اللي كل الناس بتدور عليها. الصفة اللي فوق فيها قوالب صغيرة يعني جدا جدا جدا، من حامل الموبايل، من قالب الدلايات الصغيره، ديل السمكه، قالب الاكس او، قالب المشط، دلايات العربيه، قوالب الزراير، قوالب القلم، قوالب الاشكال الهندسيه، فما شاء الله هتلاقي كل حاجه متاحه. عندك برضو دلايات العربيه بكل اشكالها بمقاساتها، عندك برضو قوالب الدبل والخواتم وكل حاجه مخصصه للدبل بكل اشكالها. عندك برضو قوالب ستاند المكتب 4 اشكال، الاكس او في منه الصغير والكبير، قوالب القلوب، عندك برضو ما شاء الله علبة المناديل، عندك الضمنة وعلبة الضمنة، وعندك تشكيلة مختلفة من قوالب الحروف بكل أشكالها ومقاساتها وأحجامها، من قوالب الحروف الميداليات للسلاسل للدلايات. نيجي للأشهر وهو الصواني والشيالات. عندك ما يقارب من 20 شكل من الصينية. الصينية لوحدها في منها 20 شكل أو 20 شكل ومقاس، عشان نكون عارفين كل التفاصيل. فأنت لما تدخل تسألني لازم يعني تقولي المقاس إيه أو الشكل إيه. عندك برضو حامل المصحف، وعندك قوالب النوت بوك في منه 3 مقاسات، الشيالة في منها 3 أشكال. يبقى الصفة اللي ظهرت قدامك دي برضو في منها أشكال مختلفة جدا جدا جدا، وكل حاجة هتلاقيها في الكتالوج بالصورة والسعر. نيجي للركن الاشهر وهو الماده الاساسيه اللي احنا بنشتغل بيها ما شاء الله، معانا من افضل مواد الريزن اللي موجوده في المكان. هتلاقي انواع برضو مختلفه،
تقدر تسألنا على النوع المناسب بالنسبة لك لو انت مبتدئ. كل الأحجار اللي بتظهر قدامك دلوقتي فهي أحجار يعني تنفع للصواني، الشيالات، الطبلهات، الساعات، عندك برضو الورق الفضة، الذهب بالنحاس. والأزيد من كده إن احنا مش معانا الورق الفضة والذهب والنحاس فقط، لأ معانا كل ألوانه، كل ألوان الورق متاحة ومتوفرة عندنا، فتقدر تشوف اللي انت محتاجه. عندك الجليتر بقى والركن بتاع الألوان ده، كل الجليترات بكل ألوانها، الألوان الأكريليك المخصصة لفن الكونكريت أو فن الجبس، الألوان الشفافة بودرة التعريقات، عندك برضو الورد، احنا لسه هندخل على الجزء بتاع الورد وهو موجود في آخر الفيديو فتابع معايا، عندك البودرة المضيئة، الألوان المعتمة السايلة، عندك الأحجار الشجر اللي موجودة في علب، عندك الألوان الشفافة، فعندك تشكيلة ما شاء الله من الدرجات المختلفة من الألوان. فركن الألوان انت هتتوه فيه، فاللون اللي يعجبك في الكتالوج هتعمل عليه سكرين شوت كده او تعلمه وبعت لنا الصورة واحنا هنحدد لك الألوان اللي انت محتاجها. عندك برضو الألوان الأشهر اللي موجودة في المجال ده، هم ثلاث ألوان، ألوان المايكا، ألوان البيجمنت، الألوان الفسفورية، والثلاثة بودرة في منهم سايل، وتقدر تشوف كل حاجة في الكتالوج. لو حضرتك معرفتش توصل للكتالوج هتلاقي الرقم موجود على الفيديو زي ما ظاهر قدامك كده او تحت الفيديو، كلمني اي وقت هبعتلك الكتالوج. نيجي برضو للجزء اللي هو التاني، في قوالب هنا بقى، القوالب دي منفصلة عن القوالب اللي ظهرت معايا من شوية. ليه؟ لان القوالب دي مخصصة لفن الجبس او فن الكونكريت، عندنا القناة البديلة، القناة البديلة بينزل عليها فن الشموع وكمان فن الكونكريت، فالقوالب دي تنفع للفنين اذا كانت ريزن او اذا كانت جبس. طيب انا فاصلهم ليه؟ فاصلهم علشان الناس اللي مهتمية بفن الجبس فقط وملهاش علاقة بالريزن ما تحترش او تتعب في المكان او تتعب انها تدور على القالب المناسب، فانا هنا فاصل القوالب دي عن القوالب دي. فالقوالب اللي ظهر قدام حضرتك تنفع للفنين زي ما قلت لك، لكن الاشهر احنا بنستخدمها في فن الكونكريت او فن الجبس. تشكيلة بقى مختلفة من الفازات، الاطباق، الصواني، عندك قوالب التراي، قوالب القزح، عندك قوالب الطبق النجمة، ورقة الشجرة، عندك قوالب الطفايات، الصواني، ففي تشكيلة مختلفة ما شاء الله من قوالب الكونكريت، وعندك قوالب البوت وقوالب العلبة بالغطا بكل اشكالها، فتقدر انك تشوف كل حاجة بالصورة والسعر زي ما قلت لك فين؟ في الكتالوج. نيجي للركن الافضل، الالمع، الحاجة الحلوة اللي بتخطف عيون الناس وهي داخلة المكان. المكان ده هو الاكسسوارات، الجليترات، البوليمرات، الورود باشكالها، كل اشكال الكروت اللي يعني اللي واضحه والظاهره قدامك دلوقتي متاحه ومتوفره عندنا، تقدر من خلال الكتالوج تشوف كل كارت، لان كل كارت له سعر، يعني عندك الصفه اللي فوق بسعر، الصفه اللي تحت بسعر، وفي قوالب وفي كروت ورد هتلاقيها يعني الى حد ما رخيصه شويه، وفي برضو كروت هتلاقيها يعني غاليه الى حد ما. عندك بقى كل الادوات اللي انت هتشتغل بيها، اذا كانت الجفت بقى او الملقاط او الزرادية، البشبوري، عندك الشنيور اليدوي، الشنيور السوستة، الحلقات بتاعت النوت بوك، المقابض يعني بتاعت الصينية او الشيالة، حامل الشيالة موجود منه اشكال، في اللي هو حامل الشجرة، في اللي هو حامل الشجرة، وفي الدايرة، وفي التاج، فكل ده متاح من خلال المكان ما شاء الله ما شاء الله. احنا بنظهر لحضرتك المكان ليه؟ لان لحد دلوقتي الناس لسه بتدخل تسألنا نجيب الخامات منين، لان انا عامل الفيديو اكتر من مرة وبرضو الناس لسه بتسأل طيب العنوان فين؟ العنوان في محافظة المنوفية في مدينة منوف، وتقدر انك تتواصل مع الرقم اللي ظهر قدامك على الشاشة دلوقتي علشان تفهم وتعرف كل حاجة. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى من كل الناس متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.